اليوم أنا جاي عند أكاديمية فارس، عندهم افتتاح مطعم وكافي جوا الأكاديمية. وش تدلع يا فارس؟ ربنا ولا لمون. ما شاء الله تبارك الله، شوف العدد، الله يبارك له. ما شاء الله يا شباب يا شباب يا شباب، دقيقة دقيقة، شجعون من؟ لا، أولياء الأمور، شجعوا أولياء الأمور. أكاديمية فارس تعين على العقوق. لا إلا إلا لا الآباء الآباء أولياء الأمور مفروض تشجعون أولياء الأمور. حرام عليكم. أعوذ بالله. يا شباب يا شباب اسمعون، بعطيكم عرض بعطيكم عرض. إذا شجعتوا أولياء الأمور لكم شقلبات اليوم. البيتزا على حسابك الليله. البيتزا على حسابك لك لحالك. خلاص ما في. لا شو النظام ذا؟ انا انتهت مباراه اولياء الامور واللاعبين اللي كنت العب مع اولياء الامور وفزنا، قصدي خسرنا عشان بس نجامل فارس. والان جينا عند المطعم وش الثاني غير المطعم؟ الصالة الرياضية. هنا عندك ما شاء الله تبارك الله فريرة، بلياردو، تنس. والله أكاديمية فارس هذه دلع بشكل مو طبيعي. هنا عندك نواف القحطاني، هلا والله شرفتونا، كيف حالكم؟ الحين بتشقلب وبعطي كورة فارس وبحطها في العارضة بإذن الله. بإذن الله. جاهز؟ جاهز. بسم الله.